موضوع بيهم الكل، ولكن اولا رح اقول لكم صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم بايت رايت مع ناتالي بدنا نحكي عن كيف نطبخ بالمايكروويف. صباح الخير نات. صباح الخير ستيفاني. موضوع بهم الكل. كنت هلا قبل بشوي قلت لك انه انا بحياتي ما طبخت بالمايكروويف، بس بسخن بسخن مثل الرز يلي ما فيك ترجع، الاكلات يلي ما فينا نرجع نحطهم على النار ونسخنهم يعني بسهوله. بسخن بس اكل يعني مثل رز، تقريبا بس رز يعني غير اساس، دائما بسخنهم على النار او بالفرن. صح. بخاف لانه خوفونا كثير عن هذا الموضوع من المايكروويف. اكيد سلامه اكلنا منا بس اكيد باختيار الماكولات، ولكن كمان نحن كيف نطبخ ماكولاتنا وكيف بنحضرهم كيف بنسخنهم كمان. اجاني اسئله عن هالموضوع، مشان هيك حبيت انه احكي عن هالموضوع مجددا، لانه الناس خايفه من الميكروويف، وخاصه انه هلا عم بيتداول على الانترنت وعلى قنوات التواصل الاجتماعي عم يحكوا كثير عن موضوع سلامه الميكروويف. مشان هيك انا اليوم رح احكي عن شو هي الميكروويف وكيف تشتغل، واكيد كيف لازم ننتبه تنضلنا منتبهين على سلامة مأكولتنا. أول شيء شو هو المايكروويف؟ مايكروويف هو نوع من ذبذبات إلكترومغناطيسية بتتواجد بتستعمل بالأحرى للتلفزيون، تستعمل كمان للتليفون بكتير يعني مجالات نحنا نعرف انه تستعمل. هلا المايكروويف عاده كيف بتشتغل؟ هل الكتروماجنتيك ويفز بيدخلوا على الماكولات وخاصه على خلايا المي اللي موجوده بالماكولات، مشان هيك نحن وقت اللي نسخن صحن الاكل الصحن بضل بارد لحد معين اكيد. ولكن الماكولات اللي بقلبه بتتسخن، لانه هل ذبذبات بتحرك خلايا المي وبالتالي بتسخن المأكولات اللي بتحتوي عليها مي. سو هيدي طريقة كيف تشتغل الإلكتروماغنتيك ويفز. هلا نحن بنسمع كمان إنه هالأنواع من الويفز بتضر بالصحة، ممكن إنه تأثر على صحتنا وممكن إنه تعلي الكانسر، ممكن إنه كمان لأنه بتحرك كل شيء بيحتوي على مي، ممكن ببعض الدراسات إنه تأثر على بعض الأورجنز أو بعض الخلايا خلايا بجسمنا. ليتلي بعتوا ميل عن اذا الواحد بيسخن المي بيسقي الذريعه، ما بعرف اذا بتعرفي للميل. ايه؟ اذا كل يوم بيكون عندك بوين ذريعه، وبو اول بو بتسقيه من مي الحنفيه، وثاني بو من مي مسخنه من الميكروويف. يلي مي مسخنه من الميكروويف النبته بتدبل. هلا ما بعرف قديه مضبوطه هالقصه. يعني الميكروويف ما بتخوف، لانه مثل ما كنا عم نحكي صحيح في ذبذبات، صحيح هدول الكتروماجنتيك ويفز، ولكن باب الميكروويف ما بيخلي يمرق هالذبذبات لبرا. هلا اذا عم بيمرق يعني في مشكله بالميكروويف، يعني لازم اكيد نغيره. اللي لازم ننتبه له كيف بدنا نعرف اذا بيمرق؟ لازم نطلع على الباب، يعني مهم كتير انه يكون عم بيسكر مزبوط. الافران الميكروويف اللي صار لها فتره اللي بنحس انه بابها منه كتير ثابت، هيدي ممكن انه تسرب بعض هالالكتروماجنتيك ويفز. وكل ما بعدنا عن الميكروويف كل ما كان اكيد افضل. لانه كل ما بعدنا كل ما كانت هالويفز هيدي ما بتوصلنا او بتوصل بكميه كتير قليله. سو اهم شيء انه البيبي يكون يسكر منيح، انه ما فيه خدش، انه حتى الازازه اللي بتفصل القلب الفرن وخارجه اكيد تكون بصحه جيده. وبيقولوا ناتالي ما لازم نقف قدام الباب، هيدا الشيء مزبوط؟ اذا الباب منيح، اذا الميكروويف منيح ما بيأثر. مش على الحالتين يعني؟ مش على الحالتين. هلا اذا بعدنا نص متر، في دراسات فرجت انه وقت اللي نبعد نص متر كميه الالكتروماجنتيك ويفز اللي بتوصلنا كثير خفيفه. سو اهم شيء نتاكد انه عم نستعمل الميكروويف بطريقه صحيحه، وانه الميكروويف بحاله جيده اكيد، خاصه الباب لانه هو اكثر محل ممكن انه ياثر على تسريب هالويفز. هلا الاكلات مزبوط. هلا الاكلات
أول شغلة لازم ننتبه لها بعتقد وقت اللي منشتري الفرن المايكروويف ومنقرأ شو محطوط على الغلاف بنعرف إنه كل شيء ميتاليك كل شيء بيحتوي على حديد ما لازم ينحط لأنه الحديد بيعمل ريفليكسيون لهالأنواع من الزبزبات يعني ممكن إنه ينزع المايكروويف سو كل شيء يمكن exactly. إذا تركناهن أكيد ممكن إنه يصير في حريق بقلم المايكروويف وأكيد بينزع موتور أو الموتور اللي بيصنع هال ويفز هولي دونك اول شغله كل شيء بيحتوي على صحون خاصه على ميتال على يمكن بويا زيح حديد لازم نتجنبه هيدا مثل ما عم نشوف هون هي علامه المايكرويف هيدي بنشوفها على الاواني وعلى كل شيء استنسيل ممكن انه يكون يستعمل بالمايكرويف ويكون سيف يعني يكون سليم انه نقدر نحط فيه ماكولاتنا هيدا على اليمين هو اشاره المايكرويف سو اول شغله بدنا نعملها هي انه اكيد ننتبه ما نحط اكيد اواني فيها ميتال او حتى الومنيوم فويل أوقات ما بننتبه لازم ننتبه لها نقطة تانية بدنا نحط دايما مأكولات ونسخنها مثلا أنا جبت اليوم بلاستيك أوكي جبت صحن فخار غليزد أوكي وجبت كباية هلأ هالأنواع من كباية بلاستيك الكباية بلاستيك يشوفون الكباية هي من نوع ريزين أوكي هي ميلامين تتسمى أوكي عادة هالأنواع من البلاستيك من ممكن الأشخاص يكون عندهم صحون منها خاصة عند الأولاد وكتير أوقات منسخن فيها هالنوع من البلاستيك هيدا النوع من البلاستيك ما لازم نستعمله بس تفرجيكم ولا دونك غير أواني إذا فينا نفرج الصورة هالأواني هول الملونين اللي بيكونوا قاسين وفي كتير ست صولات بس معمولين من البلاستيك القاسي هول الأنواع من الأواني ما لازم نستعملهم بالمايكرويف عندنا أوقات تنقص هلأ ليش؟ لأنه هالميلامين هاي اللي هي المادة اللي مصنعة منها هالأواني ممكن أنه تتسرب على الأكل وقت اللي يصير سخن ونحن بنعرف أنه المايكرويف ما بتسخن المأكولات بطريقة أوموجين أو متوازنة بكل الصحن مشان هيك لازم نسخن الأكل على مرحلتين يعني نترك يمكن دقيقة إذا كان عندنا صحن طبخ نظهره نحركه شوي تيصير المأكولات الحرارة على المأكولات بطريقة صحيحة ونرجع نسخنها مرة تانية كرمال تا ما نسخن الأواني سو المايكرو البلاستيك هيدا ما لازم نحطه بالمايكرويف إذا تسرب على المأكولات هالمادة هاي ممكن على تكرار الاستعمال تطلع مادة تانية ممكن هالمادة هاي تأثر على السيستم أندوكرينيا يعني على الأعضاء الأعضاء يعني مثل الغدة الدرقية مثل الأعضاء التناسلية خاصة دونك الدراسات فرجت خاصة على الحيوانات إنه وقت اللي نصير إكسبوز لهالمادة هاي بشكل كتير عالي ممكن إنه تخربط الهرمونات بالجسم سو ننتبه كتير خاصة إنه هالأوعية تستعمل عند الأولاد والأولاد بالإجمال الكمية اللي هني ممكن إنه يتحملوها كتير أقل من الكمية اللي بأكيد عند الكبار بجسم الأشخاص اللي أكيد عمرهم أكبر من 10 سنين. سو ننتبه لهالمادة هاي. بنتقل هلأ لنوع تاني من الأوعية ممكن أنه نستعملها وما بننتبه خاصة إذا عم ننزل مأكولات من الفريزر أو حتى كمان إذا كنا مثلاً عم نستعمل يمكن أوعية بلاستيك حطينا بركة دجاج أو حتى البوليستيرين ما لازم نستعمله كمان بالمايكرويف أنا جبت هون إكزامبل من وعاء عادة يمكن ممكن أنه نحط فيه صوص ممكن أنه نحط فيه مأكولات نحطه بالفريزر ونحن دائما بنقول أنه لازم ندوب بالفريزر هيدا مزبوط صحيح بس ما لازم ندوب المأكولات بالبلاستيك خاصة البلاستيك اللي بيكون بوليكربونات أو حتى البي في سي أفضل أنه ما نستعمله وإذا شايفين على الصورة في علامة ثلاثة هيدا السين هيدا النوع البلاستيك يعني على قفا العلبة عادة منشوف تريانجل بقلب التريانجل في نمرة أوكي النمرو 3 نمرو 3 والنمرو 7 عادة هن البلاستيكات اللي لازم نتجنب انه نحطهم بالمايكرويف هلا مثلا أناني فلجيال أناني فلجيال. ولا ما بزن بيني
هيدي اوكي سو ما راح تبين على الشاشه، ولكن عاده بس يكون نمره 3 او نمره 7 هيدا ما لازم يفوت على الميكروويف. 3 او 7 مزبوط. 7 يعني خلينا سيف ميلامين. خلينا سيف نتالي، شو فينا نستعمل؟ مزبوط. يعني انا بهمني شدد على هالنقطه اكيد، لانه هالنوع من البلاستيك خاصه اذا كان فيه صوص فيه زيوت يعني فاتي فودز اوكي، اذا فيه صلصه حمراء. يعني قلت له الناس بياخذوا بيوضبوا الاكل بالتابل وير وبياخذون على الشغل وبدون يفوتون على الميكروويف. مزبوط. الزيت عاده بيخلي هالماده هي تتسرب على المأكولات، وهالماده هي كمان فرجت انه ممكن انه تاثر على المدى الطويل على سيستم اندوكرينيا، وممكن انه اذا كثير صار اكسبوجر، وهدول الدراسات انعملوا على حيوانات، ممكن انه تاثر على بعض انواع من السرطان. سو ما نستعمل البلاستيك النيميرو 3 ولا النيميرو 7. وننتبه كمان هيدي نقطه كمان اساسيه، هي على الاوعيه او الاواني اللي نعمل فيها فول مثلا. عم يسألوا اي نيميرو فينا نستعمل بقيه انواع البلاستيك اللي محطوط بيمشي حاله. اذا بيطولوا بالهم شوي علي رح يعرفوا اي نمبرز. علي شوي صح. اكيد الاوعيه يعني بنحط فيه حمص ومتبل وميزه، هيدا النوع من الاوعيه عاده بنحط له جليزنج، بنحط له بنتور على وجهه، ممكن انه يحتوي على البلون اللي هو معدن، مع الوقت وخاصة على الحرارة بالمايكرويف مثل ما كنت عم بقول ممكن انه يتسرب على جسمنا. دونك هيدي مادة تانية لازم نتجنبها. هلأ عم تسألوني شو لازم نستعمل، بعد عنا دقيقة واحدة. فين اهم شيء بالنهاية الازاز هو الوعاء اللي اكتر شيء سيف بالمايكرويف. بورسلين. البورسلين بلوتو سيراميك اللي مكتوب عليها انه مايكرويف سيف. هيدي العلامة اللي فرجيتكم اياها بالاول اوكي، هي دليل لأنه هل نوع من السيراميك أو البورسلين ممكن أنه يدخل على الميكروويف وهو food safe. يعني إذا سحنا عليه رسمي نتالي، الرسمي ما بيأثر إذا هو safe وهو معمول مصنع بطريقة أنه ما يدخل البنتور فيها تتحمل هالحرارة العالية. دونك فينا نستعملها. وقبل ما ننهي شغلة كتير مهمة، نحن وقت اللي ناكل ونسخن بالميكروويف منحط أوقات نايلون على وجه الصحن. لازم هالنايلون هيدا يكون بعيد 2 سنتي عن الأكل. أطباقنا كرميل ما يدقروا الأكل يعني. مزبوط. ما يسرب كمان هالبلاستيك هيدا على طعامنا. بعتقد كنت واضحة على شو الأنواع اللي ممكن أنه نستعملها. هي الإزاز بالنهاية. صح، الإزاز بالنهاية اللي فينا نستعمله بالمايكروويف، والمايكروويف ما بيخوف. لا تانكي نتالي، بنشوفك بكرة. أنا راد. مشاهدينا وقفة وبتكونوا مع إتيكيت.